وأهم هدف في أي نظام سياسي هو أن يخدم الناس، والمعيار هو خدمة الشعب، خدمة الناس. أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده إلى مالك الأشتر يحدد مهام الوالي وبالتالي مهام الحكومة في 4 جوانب أساسية. الجانب الأول هو جانب المالي، الخراج، وكما تعرفون هذه قضية أساسية في استمرار أي جهاز تنفيذي أو أي حكومة، الخراج أو الجانب المالي بكل تفاصيله وتنوعه. والموضوع الثاني وهو من المواضيع الأساسية وهو حماية الدولة، حماية الناس، الذي هو الجهاز العسكري والأمني وما شابه. والنقطة الثالثة رعاية الرعية، بناء الرعية، وهو الجانب البنائي للناس، تربية وتعليم وصحة وما شابه من مسائل في رعاية المجتمع. والجانب الرابع وهو إعمار البلاد، إعمار المدن، وهو التنمية في مجالات الطرق والخدمات وما شابه من المسائل. هذه مهام 4 أساسية للدولة أو للحكومة بالتعبير الأدق، للحكومة التنفيذية في تحقيق أهداف الدولة أو النظام السياسي في رعاية الناس، خدمة الناس في أنفسهم، في عقولهم، في حياتهم، في معيشتهم.